أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يرى بعض طلاب العلم أنه لا حاجة للسفر الآن لطلب العلم، وذلك لوجود الأشرطة للعلماء وفيها شروحهم للكتب، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا ما هو بطالب علم، هذا جاهل. لا يكفي الاستماع للأشرطة ولا القراءة في الكتب، بل لا بد من الجلوس في مجالس العلم أو في الفصول الدراسية والدراسة النظامية، لا بد من الدراسة على أيدي المدرسين، ولا تكفي الأشرطة ولا تكفي الكتب. الكتب أحسن من الأشرطة، لأن الكتب محررة ومكتوبة، أما الشريط يتكلم الإنسان وقد يخطي في كثير من الكلام، يعني لأنه لم يحضر أو لأنه غاب عنه ما يريد التكلم فيه أو يرتجل كلاما. إذا كانت الكتب لا يعتمد عليها وهي محررة ومكتوبة، فكيف يعتمد على الأشرطة التي يقع فيها الخطأ كثيرا؟ فينبغي تفطن لهذا الأمر. نعم.